شويه بصعب الامر، بس هو ده اللي بيتم. لا هو لازم لازم كده، مهما كان عددنا كناس هتحاول تاثر وهيبقوا ايجابيين، هياثروا في العدد الاكبر ما اعتقدش. ليه؟ هو في الصيف اللي فات مش 14 و4؟ اه 14 و4 هي سيئه بس مش بالشكل اللي الناس ظنها. اولا هو الاستفتاء، والاستفتاء غير الانتخابات. الاستفتاء في ناس رايحه مش عارفه هي رايحه تقول ايه، ولا معنى ايه ولا معنى لا ايه، ووصلنا لمستوى بيقول ان اللون الاخضر هو الخير واللون الاسود هو الشر، ووصلنا الى تاثيرات شديده على الناس ان اللي يقول لا هيبقى بيضغي الدين في الانتخابات. لا، في الانتخابات هينزل مرشحين هتقول يا ده يا ده، وهتبقى باني اختيارك على الحزب، وانت عارف من الاصل ان الحزب بتاع الاخوان مرشح ده ليه، والحزب بتاع نجيب ساويرس مرشح ده ليه. اي حزب هيكون تحت اطار ديني زي حزب الاخوان او غيره ممكن يكون هيأثر في الرأي العام او في رأي الشعب اللي احنا خايفين منه بالطريقة دي. يعني انتوا لو جيتوا احنا اللي هنحافظ على الدين، احنا اللي هنطبق الشريعة غير كده. انت وده حصل بالفعل على فكرة في اسكندرية، طلعت مظاهرات معروفة على الكورنيش وبيقولوا هيطلعوا برضو بكرة، وكان شعار المظاهرات او الكلام اللي بيتردد فيها انه ما تنزلوش يوم الجمعة لان ده بتاع الليبراليين الكفرة، ده مظاهرة الكفار او ده الشيوعيين الكفار او يعني، وده بيأثر في انا مش عاوز الناس تبطل تخاف، بالعكس انا عاوزهم يبقوا خايفين، بس عاوزهم يقولوا لما نخاف هنعمل ايه، مش لما نخاف هنقعد في البيوت والبعض يزيد ونصلي. لا، انت لا هتقعد في البيت ولا هتصلي. بس هو التساؤل بتاعي انا موافقه مع حضرتك ان لازم يكونوا ايجابيين، لازم يعني يكونوا مش هينفع نخاف وهنتشل. انا معاك، ولكن تساؤل حضرتي، تساؤلي لحضرتك انه السبب يعني حاسك كده متاكد او مطمن؟ انا لا ده انا قلقان زيك بالظبط، ولكن بحط الامور في حجمها. بقول ايه؟ بقول انا في 14 مليون و4 مليون، انا ما عنديش صفر هنا، انا عندي 4 مليون في اطار حاله استثنائيه كان التأثير على الناس فيها عالي جدا. انا عاوز اشتغل على 4 مليون. انا مش عاوز اقعد ابكي على النتيجة. انا بقول ان في 4 مليون وكانوا ممكن يكونوا 8 وممكن يكونوا 10، لكن لازم نعرف ان الاستفتاء بيختلف عن الانتخابات، وان الانتخابات وعلى الاقل نتعلم اللي حصل، نقول احنا في ليه 4 مليون رغم ان في مينيمم 25. هقول لك حاجه، انا شفت دراسات على اعلى مستوى عالمي ان عدد الاخوان المسلمين في مصر والذين يناصروهم لا يزيد باي حال من الاحوال عن 20 ل 22 مليون بني ادم. مش هم الاعضاء، الاعضاء اقل من كده جدا. ايوه انا بتكلم هم واهلهم وانصارهم والدوائر اللي هينتخبهم قصدك. لو لكن انا اتخيل ان المدن المصريه فيها عدد كبير من الناس اللي عاوزين حياه عصريه، الشعارات الدينية بتأثر عليهم، لكن في نفس الوقت ظهور الإخوان المسلمين، ظهور السلفيين عمل جيد جدا، ده بيخلي الناس تضحك عليهم بجانب ان هم مش بيستنكروا بس، ده في جزء كوميدي في الصورة. الناس بتضحك على ان في حد في سنة 2011 خلق زي الدكتور ما قال عالم بتاعه، ده حالة محتاجة كتابات نفسية، ده خلق عالم خاص، عالم مش عاوز يصطلح فيه مع الواقع، مش عاوز يعترف ان في معجون اسنان، لا في سواك، رغم ان السواك كان تقدم كبير جدا ايامه، زي ما كانت البغال والدواب تقدم ايامها، لكن ما ينفعش تبقى تقدم دلوقتي قدام العربيات. لكن انا لا، انا مش مرتاح ولا حاجه. انا كل ما في الامر بقول ان انا كرجل مارس الاداره لسنوات طويله برا ان اوحش شيء في الدنيا هو الهلع، ان يصيب الناس الهلع. مش عاوز الناس يصيبها الهلع، عاوز الناس تقول دي بلدي وهدافع عنها وهشارك في كل شيء، وغلطه الاستفتاء هصلحها. وانا بقول للناس دلوقتي على الهوا، انا مانيش في الحزب بتاع نجيب ساويرس، لان انا قررت اني ما ابقاش في اي حزب، لان برا ان اللي بيكتب لازم يكون محايد قوي، لكن انا بحضهم على الاشتراك في هذه الاحزاب ومنها هذا الحزب. بحضهم ليه؟ لان ما فيش حل تاني. عاوزين تروحوا في الاحزاب الليبراليه الاخرى روحوا، عاوزين تروحوا في الحزب ده. انا كرجل ضيع سنين من حياته في دراسة العلوم السياسية برا انهم مؤهلين للعب دور في ان يسحبوا مصر للقرن 21. روحوا سجلوا نفسكم، ولما تخشوا على الكمبيوتر وتلاقوا ان في نوعين، واحد منهم متطلب بيتطلب توكيل من الشهر العقاري، مش ضروري اعمل التاني، يبقى عضو عادي مش عضو مؤسس، بس روح في الانتخابات وخد وصوت لمرشح هذا الحزب وابقى لاعب من هنا ورايح. ليه؟ لان الطرف التاني الطرف التاني منظم، ولكني ارى انه سيتفكك. ابتدينا نشوف الان تفككهم، لما كانوا بيتعاملوا بس مع وحش امن الدوله ما كانوش بيتفككوا، هيتفككوا. اصل ما فيش فكر في الدنيا
كل الناس فيه على نمط واحد، مفيش فكرة كده في الدنيا، هيبقى في واحد اسلامي يميني واسلامي يساري واسلامي وسط. انا هل تقدر طبعا دلوقتي احنا انا عايز اشاور على دكتور طارق بيقوله. دكتور طارق بيتكلم بالطريقه الناضجه مش بالطريقه المتفائله، الطريقه المتفائله فهو مش المدرسه المتفائله واحنا خايفين قوي فاحنا متشائمين او احنا الواقعيين وهو متفائل، مش كده خالص خالص. الطريقه الناضجه مش انا متاكد ان كل حاجه تبقى حلوه، دي طريقه الاطفال برضو او واحد بيهدينا، هي مش دي القضيه. هو القضيه ان انا اكون علمي. لما انا اتكلمت عن موضوع الخوف يا دكتور طارق ما كنتش اقصد اقول تقدير حضرتك لظروفنا، قصدي اقول احنا عندنا خوف معين متكامل الابعاد الحقيقه ان هو مبالغ فيه وملخبط، فلما بلبسه مش بشوف الموضوعيه، ما اقدرش افسر الحقائق، ما اقدرش اقول هم احنا كنا جيل واحنا 4 مليون احنا ممكن نبقى مثلا 15 مليون، اصلا 20 مليون في مصر ممكن يحدثوا تغيير كبير جدا، طب ما هو في اوريدي في 20 مليون حد عايز دوله مدنيه. فاذا عندنا نقط كتيره علميه محتاجه تحليل كويس، لما بنفكر بالطريقه دي بنتشجع. المشكله ان احنا تحت الضغوط الشديده اللي احنا فيها والغطرسه الجامده قوي بتاعت التيار الديني مؤخرا في الاعلام، عمالين ندك كده وعمالين نخاف ونكتئب ومش هنقدر بقى نفكر بالطريقه دي. دكتور اشرف انا يعني مش حابه اقطعك بس احنا محتاجين نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. عايزة تفهمي وتتعلمي ايه هي الامومة؟ خايفة تأذي عيالك نفسيا وبتصارعي علشان ما تعمليش كده؟ مش قادرة تبطلي تزعقي وتضربي في العيال؟ بتعدي في مواقف مع عيالك ومش عارفة تعملي فيها ايه؟ لو حاسة ان الامومة مهمة صعبة وجبتي اخرك، تابعينا كل يوم اربع الساعة 8 بالليل على الهواء مباشرة مع برنامج انا ام وعايزة اتعلم. اهلا بيكم تاني، احنا في برنامج هنا ودلوقتي ومعنا المفكر الدكتور طارق حجي. نكمل كلامنا دكتور اشرف، حضرتك كنت ابتديت فكره قطعتها. انا بقول انه انا مش عايز ادخل في الخوف، وده انا بعمله بصعوبه لان انا مضغوط قوي برضو. انا مش عايز ادخل في الخوف اللي يخليني اكمل افكر كالاطفال. دكتور طارق قال نقطه اساسيه قوي ان احنا لا نستطيع ان نتعامل مع المجهول. احنا الاول مره بنتعامل مع المجهول، وهي الحياه الحقيقيه فيها مجهول غصب عن عيننا كلنا، فدي حاجه جديده علينا. احنا عايزين حد يطمننا، واول ما بنلاقي الموضوع بيغمق كده بنتعب قوي. اللي احنا محتاجين له ان احنا عشان نقدر نكمل المسيره اللي هي مسيره طويله مش هتنتهي على فكره بمجلس الشعب، عشان في ناس معتبرين مجلس الشعب ده نهايه المطاف اللي هي نوك اوت القاضيه، ساعتها هتبقى ضربه كبيره قوي، هنتعب قوي بغض النظر عن النتيجه. دكتور اشرف معلش انا مضطرة اقطعك، هنطلع فاصل تاني عشان يمكن في مشكلة تكنيكال هنحلها ونرجع لكم، احنا متأسفين. غلبان الشخص اللي بيتكل على اله تاني غير الاله الحي، غلبان الشخص اللي بيطلب المعونة من حد تاني غير الإله الحي، لأنه مش هيسمع، لأنه مش هيسمع، لأنه مش هيرى. نشكرك يا رب لأن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ولم تتحي الأمل بعد الأمل ما يفوت. الساعة
الستات المؤمنات او حتى المتدينة بيبقى عندها تملي الامل ده ان جوزها هيتغير. جايينك تحب الاطفال بطريقه خاصه بين ايديك يا رب، جايين حط ديفيد يا رب اللي مريض بمرض اللوكيميا سرطان الدم بين ايديك، المسه بيدك الشفا يا يسوع. زي ما الكتاب المقدس مليان بآيات وعجائب، احنا مصدقين ان هو حي، ان هو موجود في وسطينا، هو اللي النهارده هيزور البيوت، هو اللي هيلمس ناس بطريقه خاصه، هيلمس امراض بطريقه خاصه، هيدخل بيوت منهدمه ويرجع يبنيها. بصلي من اجل كل زوجه يا رب بتعاني بسبب الخيانه دي.